مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط منها مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. أقصر رحلة طيران في العالم. أقصر خدمة طيران مبرمجة في العالم، يقطع الركاب مسافة 2.7 كيلومتر خلال 53 ثانية فقط في يوم مشمس ورياح مواتية وأمتعة خفيفة، وهو وقت أدنى من الذي تحتاجها معظم الطائرات كي ترتفع فوق سطح البحر. نتحدث عن رحلات طائرات لوغان إير الصغيرة اليومية بين جزيرتي ويستراي والجزيرة الأصغر النائية بابا ويستراي التابعتين لأرخبيل أوركني الواقع شمال اسكتلندا. قد تستغرق الرحلة أقل من دقيقة، ولكن كل ثانية منها تجربة مثيرة. ورغم أن هذه الرحلة التي حطمت رقما قياسيا قد تستحق سعر التذكرة البالغة 20 دولارا فقط، إلا أن عامل الجذب الحقيقي هو جزيرة بابا ويستراي نفسها. تفكك أكبر جبل جليدي في العالم. ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية إيسا أن جبلا جليديا هائلا انفصل عن الجانب الغربي من جرف الرون الجليدي في بحر ويدل بالقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. يبلغ حجم الجبل الجليدي المعروف باسم A76 حوالي 4320 كيلومترا مربعا، مما يجعله حاليا الأكبر في العالم. وشهد الجبل الجليدي في صور حديثة التقطتها بعثة كوبرنيكوس سنتينل 1 بالأقمار الاصطناعية بطول حوالي 170 كيلومترا وعرض 25 كيلومتر، وهو أكبر بقليل من جزيرة مايوركا الإسبانية. رصدت هيئة المسح البريطانية في القطب الجنوبي الجبل الجليدي، وأكد ذلك المركز الوطني الأمريكي للجليد باستخدام صور كوبرنيكوس سنتينل 1. شارع كانوسا. شارع مقسم من المنتصف بالحدود الأمريكية الكندية. الأشخاص الذين يعيشون في منازل على الجانب الجنوبي من الشارع موجودون في الولايات المتحدة، والذين على الجانب الشمالي موجودون في كندا. وعبور ذلك الشارع يتطلب إبلاغ مكتب المعبر الحدودي. إذا كنت تحاول الاتصال بأحد الأشخاص الموجودين في الجانب الآخر من الشارع، يتطلب منه دفع مصاريف مكالمات دولية، ولا يمكنك زيارتهم إلا بعد الحصول على إذن للمعابر الحدودية سواء الأمريكية أو الكندية. رجل يرغب في شراء بلد إفريقي. يمكن أن يطلق على هذا الرجل الشخص الأكثر جرأة على الإطلاق، فقد أراد هذا الرجل شراء بلد إفريقي كامل لابنته. عندما سمع الناس هذا لأول مرة اعتقدوا أنه مجنون، ولكن الرجل عاد وقال أنه أراد هذا لإنقاذ العالم. وقد ناقشت وسائل الإعلام هذه القصة وتمت مقابلته هو وابنته لمناقشة الأمر. في المقابلة سئلت الفتاة عما تريد أن تفعل ببلدها، فقالت إنشاء مزرعة لإطعام الجياع. وبالفعل قد بدأ مشروع لبناء مزرعة كبيرة في إفريقيا، والأرض المخصصة للمزرعة تبلغ مساحتها 1287 كيلومترا مخصصة للزراعة والبحث العلمي لإنشاء بلد إفريقي هدفه مساعدة الجياع والمشردين في إفريقيا. من المثير للدهشة أن الأسرة طلبوا من الناس التبرع لبدء هذه المهمة، وحصلوا على ما يقدر ب 250 ألف دولار للبدء. الكلاب الضالة في مترو موسكو. في كثير من الأحيان إذا ركبت مترو الأنفاق المزدحم بشكل دائم في العاصمة الروسية موسكو، ستلاحظ أن ركاب المترو المحيطين بك بينهم كلاب ضالة. فقد طورت كثير من الكلاب الضالة مهاراتها لكيفية استخدام نظام شبكة مترو الأنفاق المعقد في المدينة الروسية،
بدلاً من قطع تلك المسافات في الأجواء المتجمدة لشوارع المدينة، وطورت قدرتها على فهم من أين تركب المترو والنزول عند نقاط التوقف من A إلى B في إطار تطور مهاراتها للبقاء على قيد الحياة. أصغر منزل في العالم. يعتبر هذا أضيق منزل في العالم بعرض 36 بوصة في أضيق نقطة و48 بوصة في أوسع نقطة في المنزل، فالمنزل بالكاد يكفي لحركة شخص واحد فقط. تم بناء المنزل الصغير منذ ما يقرب 6 سنوات من قبل الكاتب إدغار كيريت، حيث أدرك أن غرفة واحدة فقط تكفي لتكون منزلا خاصا به. قرر أن يبدأ في بناء ذلك المنزل النحيف، ولم يكن التصميم على صاحب المنزل صعبا، فقد استعان بأحد المهندسين المعماريين المشهورين في بولندا. إمبراطورية أوستن ساشا. أنت لا تعرف أن هناك دولة صغيرة نصبت نفسها بنفسها تدعى ساشا. هذه الدولة لها قواعدها وثقافاتها وتقاليدها، كما تدعي أنها دولة مستقلة عن المملكة المتحدة، ولها سياستها الخارجية الخاصة بها، ولها أيضا وزارات منفصلة مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ويوجد حاليا رئيسة وزراء لهذه الدولة، ولها سفارة في باكستان، وتقع هذه الدولة غير الرسمية إلى الآن بين إنجلترا واسكتلندا. بحيرة فوهة البركان. تبلغ مساحة البحيرة 20 ميلاً مربعا، ويبلغ عمقها أكثر من 594 مترا، بالإضافة إلى كونها أعمق بحيرة في الولايات المتحدة وواحدة من أعمق البحيرات في العالم، فإنها تفتخر بخصوصية كونها في كالديرا وهو بركان غير نشط. تكونت البحيرة بعد انفجار بركان في الجبل، مما خلق منخفضا قويا تم فيه إنشاء حوض بحيرة بواسطة المياه من الثلج، فيبلغ ارتفاع بحيرة كريتر حوالي 2000 متر، ويتم ملؤها بواسطة الأمطار وذوبان الثلوج، ولا يوجد نهر أو مجار مائية تمد مياهه إلى البحيرة. بحيرة كريتر هي مكان يشبه الحلم، محاط بأشجار التنوب الكثيفة وأشجار الصنوبر، وتسكنها الدببة والوشق والصقور، مما يمنح المناظر الطبيعية سحرا بجمال نادر ومذهل للغاية. القط كاسبر. تبنى عامل يبلغ من العمر 48 عاما قطا منزليا ذكر أنه جذب الانتباه الدولي في عام 2009. ولكن لماذا تحظى القطة كاسبر بشعبية كبيرة؟ غالبا ما كان كاسبر يغادر منزله في عام 2006، واكتشف مالكه في العام 2009 أنه كان يركب الحافلة بشكل متكرر، وأخبره سائقو الحافلة أن كاسبر يصطف بأدب مع الركاب الآخرين في محطة الحافلات ويجد مقعده المفضل، يذهب بشكل يومي باستخدام الحافلات إلى مقاطعة أخرى، ويعود يوميا إلى منزل مالكه بنفس الطريقة، ولذلك نال شهرة كبيرة وصلت إلى كتابة البعض كتابا عن حياة هذا القط. لمبة المئوية. لأي لمبة عمر افتراضي يتراوح في المتوسط بين 1000 و2000 ساعة، وهو ما يعادل سنة ونصفا تقريبا، ولكن اللمبة الموجودة بإحدى مراكز إطفاء الحريق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خرقت حواجز الأعمار الافتراضية وتجاوزت القرن كاملا، فيبلغ عمرها 113 عاما، ما جعل البعض يطلق عليها اسم اللمبة المئوية. اللمبة التي صنعتها شركة تشيلي إلكتريك وتنير مركز إطفاء الحرائق رقم 6 في مدينة ليفيروموري بولاية كاليفورنيا، تعمل بكفاءة منقطعة النظير منذ عام 1901، والمعروف أنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، ولم تتوقف طيلة 113 عاما من العمل سوى مرتين، الأولى عام 1976 أثناء نقلها من مركز إطفاء لمركز الإطفاء الحالي، وحينها تمت عملية النقل بحرص شديد خوفا على اللمبة من الكسر، وفي المرة الثانية تم توقيف اللمبة لفترة 9 ساعات و45 دقيقة، ثم أعيد تشغيلها مرة أخرى. أخطر رسم جرافيتي. رسم الجرافيتي هو الرسم على الجدران، ويعتبر أحد الفنون التي يتم التعبير عنها
من خلال الرسم على الجدران ويكون بطريقة فنية، وقد كان هذا الفن منذ القديم. إن الحضارة الفرعونية قد أبدعت في هذا المجال وتركت لنا موروثا حضاريا وتوثيقا رائعا لا مثيل له على جدران الأهرامات. ويعاقب القانون في كثير من الدول الرسم على الممتلكات العامة أو الخاصة، وبعض الدول الأخرى تخصص أماكن أو شوارع معينة للرسم. ولكن في البرازيل قرر الرسامون تسلق أحد الجسور الشاهقة من أجل الرسم على جسم الجسر والمخاطرة بحياتهم من أجل هذا الرسم، واعتبرت هذه الرسوم أخطر رسوم الجرافيتي على الإطلاق. قرى المعجزات. الناس في صفران فقدوا ثقتهم بشركات العقارات، ولذلك يريدون بناء مدنهم الخاصة، فإن هذه المستوطنات الصغيرة التي تسمى أيضا قرى المعجزات تبدو رائعة جدا، وبناها أشخاص لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء منزل. هذه المجموعة الصغيرة والجميلة من المباني مخصصة للسكن، ويوجد دش ساخن للسكان، ومطبخ مجهز جيدا، وأيضا عيادة صحية مجهزة بالاحتياجات الطبية، ولديهم أيضا محل لبيع مستلزمات المعيشة المتبرع بها مثل الطعام والملابس وحتى الأدوات. هؤلاء الأشخاص قاموا بتجميل المكان من خلال إنشاء مسارات من الحجر والحصى محاطة بالزهور وحدائق الخضار، ونتيجة لذلك جعلتهم الظروف المعيشية الصعبة يفكرون لكي يبنوا لأنفسهم مكانا رائعا مثل هذا. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.